السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جاية أكلمكم على أبليكيشن جديد، زي أبليكيشن المصحف. بعد ما أبليكيشن المصحف اللي اتكلمت فيه المرة اللي فاتت الحمد لله عجبكو، وناس بعتت لي إن هي نزلته واستفادت منه الحمد لله، فحبيت أعرفكم على أبليكيشن بتاع أذكار، جميل جدا برضو زيه زي أبليكيشن المصحف، وبرضو بيشتغل اوفلاين، وفي اوبشنز برضو جميلة جدا. هو ابليكيشن اذكاري، ادي شكله، وادي من جوه هنلاقي متقسم لجزئين، جزء الاذكار وجزء التسبيح. عندي الاذكار، اذكار الصباح والمساء، واذكار بعد الصلاه، واذكار ما قبل النوم، واذكار بعد الاستيقاظ من النوم، دعاء الركوب، دعاء السفر، والاستغفار والتوبه، الرقيه الشرعيه، اداه الدخول وخروج من الخلاء. تقريبا كل الاذكار اللي موجوده في حصن المسلم هنلاقيها موجوده هنا. تمام. طيب ايه الاوبشن الموجودة عندي في الابليكيشن ده؟ عندي مثلا هدخل في اذكار الصباح، عندي اول حاجة هو انا عندي يا اما اتصفح كده بقلب الصفحة، يا اما من السهم ده، يا اما بقلب الصفحة عادي. ولو عايزة اعمل تخطي بدوس على السهم الابيض اللي تحت، بيعملي تخطي للذكر كله. طيب تمام. طيب انا لو رايح الشغل وهطلع هقرا الاذكار، تمام اوكي. طب لو انا ماشي في الشارع، او مثلا وانا بصحى الصبح احضر سندوتشات الولاد او كده، في عندي اوبشن ان انا اشغل بدء التشغيل التلقائي. اللهم بك أصبحنا وبك هو أمسينا صوته واضح وبك وعالي، نحيا هو وبك صوته جميل جدا ما نموت. شاء الله. تمام، احب اوقف ادوس هنا. طب وهو شغال عايزه اعمل ستوب، الله اهو بعمل كده. لو انا هعمل حاجه مثلا او جالي مكالمة او كده، هو بيوقف وبيرجع تاني اول ما دوست اللهم كده بك بلاي. أصبحنا. تمام. عندي بقى الزراير الموجودة، عندي دي، ده زرار الفايبريشن. لو ما بين كل ذكر وذكر بيبقى فيه فايبريشن اهو زي كده، اول ما يخلص الذكر يعني، ده عشان 4 مرات، اول ما يخلص هي الفايبريشن. عايزة الغي الفايبريشن عشان مثلا في حد هقرا قبل ما انام، وحد نايم جنبي او كده. طيب عايزه في صوت اللي هو بتاع قلب الصفحه ده، عايزه الغيه، بلغيه من هنا اهو، انا بقلب الصفحه اهو مفيش صوت. تمام. طيب ده بالنسبه للاذكار الصباح. عندي من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي بحب برضو اشغلها فيه اللي هو الرقيه الشرعيه، قد ايه جميله وصوتها حلو جدا، ومن كتر ان الواحد بيشغلها تقريبا حفظها، بقيت خلاص بتلاقي نفسك بتقول معايا بعد شويه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله هي عبارة عن مجموعة منتقاة، مش شيخ واحد يعني، وصراحة كلهم صوتهم أجمل من بعض، وأنا أنصحكم أن أنتوا تشغلوها في البيت وأنتوا بتعملوا شغل البيت أو كده، جميلة جدا. طيب نيجي بقى للقسم التاني اللي هو التسابيح. عندي ايه بقى الأذكار بتاعتي؟ عندي زي السبحة، عندي سبحان الله والحمد لله، وسبحان الله بحمده، واستغفر الله، والأذكار بتاعتي هختار مثلا استغفر الله العظيم. تمام. هلاقي عندي شكل السبحة اهو، هعمل الصوت هشغله، هيديني صوت اهو، صوت السبحة وهي بتقلب وبيعد معايا عداد اهو. طيب لو انا عايزة الغي الصوت اهو، هي شغالة معايا. تمام. طيب انا قلت لكم من اول الفيديو ان البرنامج ده بيشتغل اوفلاين، ودي من ضمن المميزات الجميله جدا فيه ان هو يكون بيشتغل اوفلاين، عشان ساعات بنحتاجه واحنا بره واحنا في الشغل. اهو شايفين ايه اللي عندي؟ الواي فاي مقفول، هو الداتا يعني، هو كل اللي انا كنت بفرجكم عليه ده كان اوفلاين، بيشتغل مش محتاج نت ولا اي حاجه. دي كل الاوبشن موجودة في البرنامج، انا بستخدمه ليا سنين، وكل ما انزل برنامج غيره ما بلاقيش احسن منه الصراحة. اسلوبه سهل وسلس وجمع تقريبا كل حاجة. عندي هنا برضو من ضمن الادعية عندي دعاء الميت برضو اهو كامل تقريبا، فتقريبا كل الادعية، اي الدعاء انا هحتاجه، دعاء زيارة القبور، اي دعاء انا هحتاجه هلاقيه. ودي من ضمن الحاجات الجميلة ان انا الاقي اي دعاء كده اوفلاين وانا في اي مكان، بدل ما لسه هدخل واقعد ادور. تمام.
ده كل الكلام، ده كل المعلومات اللي حبيت اعرفها لكم النهارده عن الابليكيشن، ويا رب اكون فدتكم. وما تنسوش بقى تعملوا مشاركة عشان لسه في حاجات تانية هنتكلم عنها كتير. والسلام عليكم ورحمة الله.